السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة ديجيتال جيمرز. ورجعنا لكم مقطع أو سلسلة جديدة للعبة تونيك. اللعبة هذه موجودة على البلاس، اللعبة مجانية، كنت نجيب فيها البلات، لعبة كذا خفيفة عشان نسترجع الطاقة، نشحن شوي عشان نرجع لبعض الألعاب. والله ما أدري نيو ما أدري عنها بصراحة، نيو فايفنتس ممكن أرجع لها، لكن نيو تحتاج وقت 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 طويل، لكن ممكن أرجع لها. حاليًا عندي مشغول بعض الأشياء، فأقول تطقطق على أشياء خفيفة. فعند اللعبة هذه بصراحة جيدة، واللعبة عربي ولعبة خفيفة كذا ولذيذة، ونخلصها في 3 مقاطع 4 مقاطع. البلاتيني ما يأخذ منك 3 ساعات حتى. لكن قبل نبدأ راح أستخدم أنا إيش، راح أستخدم الآن اللي هي أشياء رجعنا على الخيارات هنا، أوريكم الآن. خش لي على تيسير الاستعمال وخليها كلها تشغيل، تساعدك اللعبة. ونخش على خيارات إضافية، والمعارك نخليها الصعوبة المخفوضة، الصعوبة المخفوضة. تمام، اللغة عربي. راح استخدم اللي هو ايش، كلمات سر. احنا ماشيين نستخدم كلمات سر عشان نخلص بسرعة، نجيب 3 ساعات البلاتينيوم، ممكن 3 مقاطع 4 مقاطع. اللعبة كذا لذيذة بصراحة، كذا وجميلة، مريح للعين. ايوه هذا الثعلب، هذا البطل. طيب يلا اول شيء نجي هنا، خلص طبعا في تختيم واحدة، ونجي هنا شوف اذا جينا هنا بنصلح كذا كلمة سر هنا. طيب شوف كلمات السر، كلمات السر في الديباد، شايفين قدامكم الديباد، ايش هي الديباد؟ الديباد اللي قدامكم هذا، يعني ما تصلحها بعصا التحكم، لا بالديباد. تمام، فعندنا أول كلمة سر اللي هي يمين تحت يسار فوق، 2 يسار 1 تحت 2 يمين و2 تحت. طلع صندوق شايفينه، خليك سريع فيها شوي، شوف قدام كلمة السر، ونفتح الصندوق هذا وناخذ أول تروفي، تروفي باك تو وورك اللي هو تلقى شو اسمه كنز رقم 9. يلا كمل الآن، راح أحط لكم كلمات السر طبعا قدامكم، كلمات السر اللي هي طبعا أحط لكم قدامكم عشان شيء يصير واضح. طيب الآن نكمل عشان تجري، علق على إكس عشان تجري، شايفين نخش هنا، ندخل هنا وناخذ العصا، الغصن هذه والغصن هذا، ناخذ تروفي، هذا تروفي ستيك اللي هو تلقى لك عصا، او هذا شو اسمه، عشان تشيل العصا تضغط لي الون، شوف عشان تاخذ عصا تضغط الون وتحطها في المكان اللي تبغاه، يعني مثلا مثلث تحطها في، تضغط مثلث تبغاه في دائره تحطها في دائره. تمام، تضغط الون مره ثانيه وتضغط دائره، اضغط دائره اضرب الاشياء دي، شايفين اضرب دائره لان العصا في دائره. فهمت كيف النظام؟ ايش عندك ازرار ثانيه، ايش عندنا كذا؟ اوكي L2 يغير المنظور، اللمس شو يسوي؟ طيب يلا الان نجري من هنا، نحط كلمة سر هنا، شايفين نجري هنا ونحط كلمة سر، فين نحط هنا كلمة سر هنا عشان نطلع قنبلة، تحت يمين فوق يمين فوق يسار فوق يسار تحت يسار تحت يمين، طلع لنا هذا الشيء، شايفينه هذا اللي هو القنبلة. الآن نضغط الون ونحط القنبلة، يعني تحطها، نحط القنبلة في مربع مثلا. تمام، نحط مربع وهذا نخليها في دائرة. الون تحكم شوية لك خفيف، لا بعيد بس يلا ما مشكلة، أنا أبغى أدمر هذه كويس، دمرناها. نجي عند الباب هنا ونفتح الباب بكلمة سر، ايش هي كلمة السر؟ تحت يسار فوق يمين فوق يسار، نفتح الباب ندخل هنا نلقى 3 صناديق. شوف شو عندنا هنا، نلقى نار هنا اظن، اخذنا هذا الاشياء فلوس، واخذنا هذا الشيء اللي هو، طيب ايش فات التعريب اذا كنت اللغة خاصة؟
كانت لغة خاصة شفاية التعريف. شنو اللي خلصناه؟ هذا يخلي سلاحك فيه نار شايفين، فنختار زي كذا من هنا، نختار شايفين نحطه هنا، خلاص يخلي السلاح فيه نار. يلا الآن السلاح حقنا فيه نار. الآن فيه تروف يبغى منك تحرق وتدمر، تدمر 1000 عشبة من هذه شايفين، 1000 من الأعشاب. فعشان كذا أي أعشاب تقبلك دمرها أو تقطعها بالسيف على كيفك. والله ممتعة والله بصراحة، استمتع فيها. طيب يلا نخش هنا نحرق هذه، بس نحرق هذه كمان لأنه ليش لا، بس نطلع فوق. لا ما نطلع فوق، هذا ايش لا، اوه كذا اقدر اشوف صندوق مأخوذ هناك اصلا. يلا نخش هنا نحرق هذه كمان، مرة احرق اي شيء يفاجئك احرقه. كهربني ده ولا ايش يحرقني؟ شو ودي نجيب التروفي ده بسرعة، تعرفوني انا انسان اذا في تروفي اقدر اجيب بسرعة اجيبه. يلا نخش فوق الان. الان بخصوص الاعداء، طيب كيف اقتلهم؟ ما اقتلهم على كيفك يعني، وما هو شيء ضروري تقتلهم. ايش اضغط الوان عند ال2؟ ها ال2 ركز عليه. اوكي الاعداء تبغى تقتلهم على كيفك، لأنه نسحلنا كل شيء وتفجر. طيب يلا نخش هنا الآن، بحرق لي بس شوية، لازم أحرقها كلها بس كويس تضربها كذا شوية تضربها. هو التروفي يقول لك اقطعها بالسيف، فممكن الحرق كمان شو اسمه محسوب. طيب شو نبغى نروح هنا؟ نبغى نروح هنا، خش تحت الدرج شايفين، خش تحت الدرج هنا. الصندوق هذا ايش فيه؟ ناخذه، هذا فيه والله ما ادري شنو، قشرة بيضة. هنا فيه عدو وعداء، هنا فيه لا لا تضربني. في صندوق هنا شايفين، في صندوق هنا ما ادري واضح، اجل ما ادري شنو. طيب ما في، طيب يعني شوف اللغة، طيب ايش قال؟ قمت على الحركات. الصندوق هنا، هذا الصندوق اللي شايفينه مخفي شايفينه. الصندوق هذا فيه قنبلتين، القنابل هذه لا تلعب فيها، القنابل هذه حافظ عليها، نحتاج بعدين لتروفي. انتبه. طيب عندك الاعداء هنا، انا بقتلهم والله. في شيء غلط تقريبا. جمع علي رقتهم كويس يا هرع. الصحة ما تنقص الصحة، اضرب بس، ما في شيء، ما في اكس بي ولا في شيء كذا، بس تضرب تاخذ فلوس. بس انا اخذ راحتي عشان ما ودي اصلح سبرنت، انت ما عرفت ايش سويت انا. طيب فانا بنروح هنا، نبغى ننزل تحت وناخذ حاجة زي ال زي القرش زي كذا. فنزل من هنا شو اسمه زي الميدالية. وش من هنا؟ لا مو من هنا، من هنا دقيقة أتأكد. لا من هنا، من هنا دوري صح. أقدر أضرب ده عادي؟ ما في خريطة، ما في خريطة وريني. دقيقة تحت وين؟ دقيقة اي من هنا، من دذولي. دقيقة هو هنا، اي هنا شايفين، ما ادري شفته فين. تجي هنا والله اللعبة، والله فيه اللعبة مشكلة، ما هي ما في شيء واضح يعني. القنابل، القنابل، اوه القنابل، انتبه شيلها شيلها شيل القنابل. كيف اشيلها؟ حط هنا اوكي، شيل القنابل، انتبه القنابل لا تخليها معك، انتبه ترى تجي بشكل تلقائي، الحين لو حطيناها فانتبه الشباب. طيب الان نطلع فوق، اذا في شيء هنا ترى تابع عن اللي هو شو اسمه الدليل، الدليل هذا ايش في هنا؟
دل هذا شوية داعس ويخلص بسرعة. طيب يلا يلا نجي هنا. فين دخلت أنا شايفين؟ فين دخلت أنا من هنا شايفين؟ من خلف الأشجار هذه. أقدر أحرقها؟ ما أقدر أحرقها. أخذ لك أنت كمان. حرق. حرق حرق حرق. أيوة. أقول لك. لا تضرب وأنا أضرب. حرق خلاص خليه ينحرق. يعني ما ينحرق. نحط المعارك خفيفة يعني فسهل الأمور. طيب يلا ننزل تحت الرجال هذا ناخذ منه مفتاح عنده. قال لما ناخذ المفتاح هذا شايفينه مفتاح الأرض. اطلع منه. أنت تعال أنت جاكم الثعلب الشجاع. يلا الآن نجي هنا. الآن هنا في قطعة شوف الكرتون هذا والصندوق هذا. الصندوق هذا فيه قطعة. قطعة هذه مهمة جدا لا تستخدمها أبدا. من هذه القطعة هذه لا تستخدمها. والله ماني عارف شيء بصراحة ما أدري إيش مكتوب. فلا تستخدم القطعة هذه. تمام بشوف شو في شيء أقدر أغير اللغة. هذه نبغى 10 مع بعض. لازم نجمع 10 مع بعض نستخدمها مرة واحدة عشان ناخذ تروفي. تمام. هنروح ناخذ المفتاح. نسيته صح المفتاح هنا يا اخوي. المفتاح خلنا نوقف. اجل البيت القديم ممتاز. طيب نخش هنا تحت. انزل. ليش هذا واقف كذا؟ وش نبغى؟ خش ورا الشلال. خش ورا الشلال هنا. امش كذا خلف الشلال في مكان كذا. كيف نجي هنا ناخذ الشيء هذا؟ ايش هذا؟ اجل هذا يقول لك الاوصياء القائمون على الخزنه. طيب لا نكمل كذا قدام. في صندوق هنا. ايش في اشياء مختفيه؟ ليه مختفيه؟ طيب ليه يخفون الاشياء زي كذا؟ ايش فيه شيء هنا؟ طيب نجي هنا الآن. ما تحف الموية ما يموت. ما يموت كويس. نرجع من هنا لعند الشلال. أود يقتل إذا ما أقدر أقتل إذا. طيب نخش هنا من هنا. شايفين عندك هذا الشيء؟ دقيقة جاي. كان أقدر أقتله؟ أقدر أقتله؟ مت. أو دقيقة أمبرش من عنده. معك من؟ أكمل أخش من عنده. من هنا تلقى هنا فيه وهنا. دقيقة أتأكد وين كيف أشوف. لا مو هنا. دقيقة ارجع من هنا. شايفين تدخل كأن المنطقة دي ما فيها أعشاب. من هنا شايفين. من هنا تخش كده في سلم. شايفينه؟ ما أدري شايفينه ولا لا. ليش أشياء مختفية زي كده؟ شو وضع اللعبة؟ ما يبغون نلعب ولا إيش؟ خش هنا. فين أنا؟ فين هنا؟ شايفين؟ هذه أظن حقت حفظ. خليني نحفظ أو نقدم الوقت. طيب ليش من هنا تشوف الجزيرة؟ شايفين الوان كده تتحرك. التو تتحرك. شيء غريب. طيب في حاجة صح نسيت أفعلها صح. خيارات وجينا على تيسير الاستعمال وفعل لي هذا. شايفين فتح إعانة ضغط الأزرار بالتسلسل تلقائيا. هذه عشان لو ضغطت كذا مثلا بالديبات فوق يمين تحت زي كيف حطيت كلمات السر تطلع لي هذه. شايفينها؟ ف شيء كويس يعني تصير واضحة بالنسبة لكم أوضح بدل ما أكتبها قدامكم. طيب فين نروح من هنا الآن؟
ننزل تحت هنا الآن. لا تنسى تحرق الأشياء ذي، احرق هذا الشيء. هنا في أعداء، أوه سلطعين سلطعين يا ابني سهل. طيب يا روح كمان حرق انتي، ما ادري هي اظن لازم بس هذولي هنحرقهم على شيء النار نحرقهم على طول. طيب نروح من هنا، احنا ما في شيء. هو الجري البراوة حقته، نروح من عند الطير هذاك، عنده صندوق، مو لازم تاخذ الصندوق، انا باخذه. ايش في صندوق؟ ايه فطر. الطير هذا بيمتحن اهل اكثر. تعال انت، ايش في هذا الشيء يشرب ذا؟ طب تعال. طيب انت كذا وجهك، هذا وجهك، تعال نشوف. ايوه عرق عرق. ايوه طبخ اطبخ، شويناه شويناه، بيغثك ذا لانه. يلا احرق الاشياء ذي، ارفع هذا الشيء، هذا اختصار هنا. الاشياء ذي لا تنسى تحرقها هنا. خلينا نروح من هنا، احنا نبغى نروح، رحت احد دقيقه هذولي. نبغى ننزل في الاعماق، قلنا ايش تروفي اللي هو احرقنا 1000 جبناه بدري، غريبه. طيب كويس احرقنا 1000 شو اسمه 1000 من هذه، له مستوى جديد. اوكي ما مشكله، احرقنا 1000 من هذه كويس. نخش من هنا، طيب نقتل هذا الشباب الحلوين دولي. انا ما ودي شو ما ودي يعني، ممكن ياخذ منه اطول اطول من 3 ساعات او 4 ساعات، لان ما ودي اخلصه بسبيد ران، فهمت كيف؟ طيب هذا مدرجي، ما هي مشكلة، نجي كذا وش ذا؟ احرقه بس وتفجر. نروح من هنا، لا ما نروح من هنا، دقيقة بروح، لا هو من هنا من هنا صح، من هنا نروح من هنا، بعدين نجي، ممكن نجي بعدين ما ادري والله، لكن خلاص احرقت هذه خلصتها كويس. طيب يلا نروح نطلع من هنا. خش في الأعماق عند هذولي الأعداء، نشوف كيف أكل بسرعة الضفادع. يا أخوي ولد عدرع، ها أوكي. طيب يلا نحط على سهل يعني، ترى يعتبر يعني تعيش التحدي، ما هي مشكلة. خلينا ننزل هنا فيه هذا ضفدع، نجي الضفدع ذا بس نقتله، ما عاش كذا رمي عليه، اضربه اطبخه يا مات. كويس خش من هنا يا اخي، اللعبة تصميمها ما ادري كيف، ما هو ما ادري كيف، ما واضح. طب ننزل تحت هنا، نزل تحت الآن وأنا السلم. تلقى هنا الآن شراين، هذه يسمونها شراين، هذا حق للضفدع. جيت عند الضفادع، لا تتفاعل مع هذا، شايف الشيء هذا لا تتفاعل معه، هذا يظن كذا مت ترجع هنا، فاسحب عليه. خش الآن هنا، شوف الضفادع كيف مسدحين يتنقعون الضفادع. روحوا والله ضفدع شو اسمه نينجا، طب ننحرق الضعيف ضفدع لص. شينا الان خش من هنا، صح من هنا احنا وين نجي هناك، تمام لا نجي من هنا، في ضوء
في لمبات. تعال جاي جاي دوري شو اسمه الاساسن الاغتيالي اظن المكان هذا هو مجلان اللي حركته كويس يفحط يعني ضفتع محروق يعني شو بيصير فيه. نخش من هنا هذه الضامن حقته. طيب خش من هنا ما ودي بال اعداء يقرفوني. يلا نحرق نحرق وما انحرق غريب والله قوي ده ضد النار هذا. اصبر راح تموت انت ما عليك. انا السلم عشان اروح هناك. شوف شوف شو السلم فين. احسب هذا السلم هو سلم شايف انا بس السلم هو هنا. والله مو واضح بصراحه ما ادري يا اخي. قول يلا يلعب حلو بصراحه. ودي نلعبها كذا بشكل طبيعي. عندك هذول الشباب احنا ايش نبغى؟ نبغى صندوق. نبغى صندوق هذا. ايه فلوس كم عندي فلوس؟ 370. اوكي وش من هنا افتح اختصار. المنطقة دي بس جيت عشان حاجة معينة. ايوه جو جو ضفادع واحد واحد والله قوي. مات نحرقهم بعض. جاك جاك ذاك ذاك شافني بسرعة قبل ذاك يجي. بسرعة قبل يجي موت انت خلاص. ايوه ممتاز. الان نجي هنا ونفتح اختصار هذا. هو كثير هنا والله. ايوه فتحنا الباب اللي عندهم شايفين. خلنا نقتل هذولي بس. ايش هذول ايش؟ تفجرون هذولي تفجرون. اعطوني حاجة غريبة اظن صحة. طيب الان من هنا كمل كذا. الان نرجع مع الباب هذا. مرة راوغ مع اثنينهم كلهم على كيفك. يلا خشن لان هنا ناخذ الصندوق ذا. خذ الصندوق هذا في سن. في سن لازم اقتلك. خذ الصندوق. طيب فيها السن هذا او الضرس. الضرس ذا نروح نشرده. خش من هنا شايفين من خلف الصندوق. خش من خلف الصندوق هنا ابحث عن اكس علامة اكس. علامة اكس هذه يعني تنزل انت الان. تنزل تخش اللي هو المكان هذا المستنقع ذا الغريب. تخش من هنا. خش من هنا. فين تخش؟ من هنا. من هنا تخش. تخش المكان هذا. تسلق فوق. وتسلق فوق. هذا اطرح هذا. من اختصار. اختصار. ما علينا منه. خش كذا. طيب ايش راح يصير الان؟ نبغى ناخذ القطعة هذيك شايفين؟ ونموت. القطعة هذيك نموت. لا تقتلهم. لا تقتلهم انتبه. نبغى نموت. يا ابويا خذ القطعة انت الان. وخر عني خلاخذ القطعة. وخر عني خلاخذ. يا ابويا خلنا نقتل اثنين منهم اقل شيء. اقتل منهم اثنين ما هي مشكلة. يا ابوي خلاص موت يا موت موت يلا موت. موت موت يلا. انت راح تموت انت تشيل هم انت. يلا موت انت يا يبغى انك يعني عشان نبغى نموت حنا. خلاص تحت اجل هذا القطعة هذه راس الاخطبوط. يلا الان كيف تموت الان؟ نضغط على زر الاوبشن خيارات ونجي على تيسير الاستعمال ونجي على منع الفشل تطور. منع الفشل و ايقاف. نسوي له ايقاف تمام. الان خلي هذا يقتلنا. بصمتنا بصمتنا الان عشان اذا متنا نرجع لي فين؟ نرجع لي ال نقطة الحفظ. أهم شيء اجري من هنا صلح مثلي. أهم شيء
ناخذ تروفي احنا الان اصلا. ناخذ تروفي الان. هذا التروفي شايفينه. طيب الان بس نضغط كذا ونفعل اللي هو الخيارات تيسير الاستعمال. يصير الاستعمال ونفعل هذا، لا تنسى تفعله. يلا نكمل الان، نجي هنا خش هنا انزل. طيب اختصفت احنا هذا احنا نخش هنا الان نتفاعل مع اشياء كذا زي الاعمدة اللي شايفين. لازم امشي عادي. والله اللعبة بصراحة اللعبة لعبة سولت يرجعون دول اللي اذا شو اسمه دقيقة انا اقتلهم اذا جاوا عندي نقتلهم عشان بس واحد قتلنا. طيب الان تيجي عند هذا الشيء وتضغط عنده اكس تتفاعل معه بالشيء هذا. لازم تضغط اكس، تضغط اكس علق على اكس، علق على اكس ايوه علق على اكس لين ينزل كذا اللي هو هذه ايش سترينج ديفايس. علق على اكس عنده لين تنزل. الان نروح هنا ننزل تحت صندوق هناك حتى ما نخله. نجينا الان عند هذولي السلاطعين الصغار هذولي قتلهم الافضل عشان تبى راح تموت. طيب هنا ايش عندنا الان؟ نستخدم اداه. شايفين هذا الشيء؟ نستخدم اداه. الاداه اللي هي ايش؟ لو ضغطت ال L1 هي الاداه هذه شايفينها؟ نحطها في مثلث شايفين؟ الان تجي هنا وتضغط مثلث. دقيقة خل نركز عليها بال 2 ضغط مثلث عشان نسحب انفسنا شايفين؟ فهمتوا كيف؟ نروح من هنا خش هنا عند سلطعون هذا القبيل نقتله. هذا احنا راح نموت نقتله عشان ناخذ راحتنا. جاك هذا يلا قتلناه. هذا يتفجر اوكي اقدر افجر عليها الاعداء كويس. الان بنروح من هنا نطلع فوق من هنا مع السلم هذا، نطلع برضه مع السلم هذا عند هذا الشيء ونفس الشيء علق لي على اكس، علق على اكس لين يتفاعل معاه كيف؟ احنا اشياء نرجع يطلع لك انا اعداء. شوف الصندوق ذاك ايش فيه؟ اذا احنا عنده هذا اللي في هذه هذول كيف تقضي عليهم؟ اشياء تطير كذا تسحبهم. ونزل تحت في صندوق ما اقدر اجي. نزل تحت يا لا تغثني انت وياه. تسحبهم ذولي كيف؟ تقدر تعلق عليهم ال2 وتضغط مثلا مثلث تسحبهم الشيء هذا. بس ما ابغى اخلص اذا فهمتوا؟ هذا يخلص هذا السحب هذا. والله يموتون على طول كويس. رجعنا عند السلطعون هنا كبير وننزل الاختصار هذا. طيب نزلنا الاختصار. طيب من عند اختصار هنا نمشي هنا. رجع هذا تجدد. ليش تجدد؟ لقينا اعداء كثير. اوه هذا ايش يتفجر ذا؟ هذولي والله غثيين. نفس الشيء لو تقدر تسحبهم كذا اسحبه تعال برضو مات ولا تعال يا اخوي تعال. مات واحد كويس مات الثاني جالس ناخذ راحتنا. طيب نروح من هنا هذا الشيء يتفجر. نروح من هنا ندخلنا من هنا رش من هنا. والله اللعبة فيها يا شوية كذا. طيب الآن من نجم حاجة كمان مهمة. دقيقة دخلت هذا أول أقتل أعداء عشان آخذ راحتي أوريكم ما بسرعة. طيب لو قتلتهم هنا تجي هنا شايفين هنا مدري كيف اضغط ال1
واضح هنا شايفين انت فين؟ هنا في صندوق شايفين؟ هنا في صندوق شايفين؟ ما ادري واضح هذا هو شايفينه؟ هذا صندوق. في حاجة مهمة جدا زي ما قلنا الشهادة لا تستخدمه. شايفين احنا فين؟ طيب يلا الآن نبغى نطلع فوق هنا. نطلع فوق هنا من هنا أظن نطلع من هنا. نطلع من هنا. عنده هذولي تفجرون هذولي. فجر واحد بس يقتل البقية. يلا انا هذولي احنا والله ودي العبها بشكل صحيح اللعبة دي بصراحة احسها جبارة. نفس الشيء علق على اكس الين تفاعل معاه ينزل ممتاز. تعال انت هذا كيف يشرد عني ذي ليش؟ ماشي يا ابوي تعال انت ولا تعال ولا دقيقة نسحبه. تعال هنا هذا تتجدد بس المركب تتجدد مع الوقت تتجدد. لا هذه الاشياء الزرقاء ذي اشيلها تتفاعل وتجددها لي. طيب نروح هنا الان من هنا عند هذه التلوث هذا عند التلوث نخش هنا. ما صندوق؟ في صندوق هنا صندوق هذا وهنا عند هذا عند الاخضر ذا. يبي تعرف كل شيء الا انت؟ ما راح اموت انا ما اقتلهم. اقتل ده اول شيء. هذا وقف لي على ال مات؟ ما مات كويس. اسف هذا هو. تعال هنا تعال هنا ممتاز. طيب نخش هنا ما ادري واضح. نبغى صندوق هذا شايفينه هذا فيه اللي هي حاجه المويه هذه تقريبا زي القاص. طيب من هنا نيجي هنا شوف المكان هذا نبغى نروح فوق هناك كيف. اضغط على ال2 ومثلث الاول شو اسمه اقتل هذا الشيء خطاف اضربه بس يطيح. طحت انا معك من مخدر تحت دمك. نيجي هنا الان ونيجي هنا هذا موجود نفتح ده بس ابغى اتفاعل مع الشيء هذاك. تعال هنا يلا طولت ترى. نفس الشيء نعلق على اكس الين ينزل الين ينزل. يلا كذا مورنا زي العسل. دقيقة ناخذ هذه الحاجة هذه. طيب احنا كذا كويسين بس بنروح هنا خريطة ايه ونزل الشيء ده صح. يلا نزل معاه الشراين حقنا فوق هنا تبغى تريح بس ما له داعي تريح. خش هنا الان من عند الاعداء الحلوين هذول اللطيفين قتلهم. وهنا نلقى الشيء هذا هذا الشيء الجميل علق على اكس لين لين علق على اكس لين يصير زي كذا ادخل فصله وروح العالم الثاني. طيب العالم الجميل هذا الان ضغط لي ال2 ومثلث عشان تروح هنا. نجي هنا ال2 مثلث تروح هنا تسلق هذا السلم هذا نخش ندخل في المكتبة. يلا نزل تحت الآن وقف هنا المكتبة العظمى ممتاز. وقف هنا وصلح معاي الكود التالي. الكود اللي هو فوق يسار تحت يسار فوق يمين فوق يسار فوق يمين فوق يسار تحت يمين تحت يسار فوق يسار تحت يسار فوق يمين فوق يسار فوق يمين فوق يمين تحت يسار
تحت يمين تحت يسار تحت يمين. حلو الطريقة هذه حلوة ريحتنا، بدل ما اكتب لك الكود بالعربي اسفل فوق تحت كلام فاضي، هذه لا خلاص قدامك الكود واضح جدا. ابدا من اليسار الى اليمين، مو اليمين الى اليسار، لا اليسار الى اليمين زي ما كتبت، انا كتبته قدامك اكتب. وقف انت الان المقطع وش اسمه واكتب الكود هذا، هذا يمكن اتوقع اطول كود موجود في اللعب راح نسويه. حلو، فالاكواد من هنا ورايح راح نصلح الطريقه هذه. حلو، الان بس اضغط اكس، هذا الكود شايفينه قدامكم، اضغط كود مشوار، اضغط اكس وهذا الكود، يلا هذا صندوق اخذنا تروفي ام فري، يلا ساعدنا حاجه ان نجي فوق هنا. ليش العدو؟ والله اظن ما هو عدو، ما ادري شنو. طب نطلع فوق، تسلقينا. هذا شراين اذا تبغى تتفاعل معه على كيفك، لكن انصح له نطلع فوق يلا، ونطلع كمان في رأس المكتبة، المكتبة العظيمة. مع السلامة. هذا تسلق، والله لعبة رهيبة، والله ندمت ان يعني هم خربوها بالشيت علي، انك يعني ماني عارف يا اخي. طب كيف نروح هناك؟ ال 2 ومثلث بالنسبه لي اللي هو خطاف. طيب شو نسوي هنا؟ ناخذ الاشياء دي، هنا في اشياء دي شايفينها، هاي تجمعها دي زي المخطوطات هذه لما صلحوا اللعبه، شايفين هنا في واحده كمان. يس، وهنا في واحدة فين؟ هنا يا أخي الكاميرا مرة قريبة، شو مرة قريبة الكاميرا، ما أقدر بعدها. ونروح فين كمان؟ نروح هنا في صندوق، خلاص صندوق ذا بعدين، نجي هنا أول شيء. هنا في صندوق مهم جدا شايفين، ما أدري واضح هذا، شايفينه خلف السبورة هذه في صندوق، هذا فيه الشيء هذا زي ما قلت لك، الشيء هذا حافظ عليه. يجي هنا، إن شاء الله ما نسيت شيء. تفاعل مع الشيء هذا، علق لي على إكس لين يصير معاه زي كذا. ممتاز، يلا انزل. في حاجة فوق هذه؟ يلا، ننزل تحت. روح على الصناديق اللي هنا. هنا في صندوق، ما أدري مع اللون كذا، ما هو واضح. وهنا كمان في صندوقين، هنا صندوق، هنا صندوق، هذا كله فيه فلوس تقريبا، فلوس. طيب الآن نيجي هنا نتفاعل مع الشيء هذا، اضغط الآن عند الشراين هنا، اضغط الون وسلم اللي هو هذا، شايفين نقدم هدية. الآن هنا في الشراين هنا تقدم هدايا، فنقدم الهدية هذه. تمام، موافق، تاخذ تروفي، هذا تروفي الهدية وزاد الهجوم، لأن هذا تقدم حاجة وتزيد لك اللي هو شو اسمه زاد الهجوم، مثلا زاد الهجوم إلى 2. تقدم حاجة ثانية، تضغط الون، كيف تقدم اللي هو الهدية هذه في الشراين؟ تعلق على الون، شايفين تقدم الحاجة هذه عندك، هذا يقدمها. لا خلاص كذا كفاية. طيب الآن ننزل تحت هنا ونتسلق هنا، والآن هنا زي التليبورتر هنا، زي شايفين يعني شيء ينقلك، صغر سريع زي ما تقول، علق عليه، علق اكس طبعا، يعني اللعبة يعني ما فيها شروحات، ممكن هذه من الأشياء الصعبة في اللعبة. تعال هنا وعلق على اكس، اضغط اكس بس، تجي المنطقة هذه، أول ما تدخل المنطقة تضغط اكس، ونعم. تاخذ اللي هو شو اسمه اكتيب هذا، لنفحط هنا، وتعال هنا في منزل استخدم عليه المفتاح، افتحه. شو المفتاح كيف؟ ادخل هنا، ما حد يدخل معي المنزل؟ ما حد يدخل. طيب نصلح كلمة سر، وش هي كلمة السر نصلحها؟ اللي هو
فوق فوق يمين تحت تحت يمين فوق فوق يمين تحت تحت تحت. تمام، اضغط اكس وجانا الشيء هذا. صندوق، نفتح صندوق تطلع حاجة كذا، تحرير، حرر لي الصندوق ذا. شوي بس نص واحد. طيب نخش الآن من هنا من خلف المنزل، هنا في مدخل خلف المنزل نخش هنا ونلقى الآن الدرع. لقينا الدرع، الدرع هذا اللي هو تضغط R2 تحمي نفسك. نفتح الباب. والله ندمت اني لعبتها زي كذا، كان ودي العبها كذا كذا معينا. كان عندها كلمة سر هنا، ايش نصلح؟ ايش هي كلمة السر؟ فوق يمين تحت يسار تحت يمين. تمام، تفتح الباب، تفتح لك الباب هذه وتدعس من هنا وتجمع الحاجة هذه. شايفينها بعض الرسومات هذه؟ نعم. طيب الآن من هنا وضغطنا L2 تضح عندك لي الخريطة. وشينا، يلا الآن من هنا ادعس، بس ادعس من هنا، افتح هذا الشيء عشان يطلع لك اللي هو الضرس. هذا الضرس اللي هو حق التطوير، يبغى منا نطور أنفسنا كثير والله. لا تروف يتوقع إذا طورت نفسك لآخر شيء. ادعس من هنا، ادعس بس، ادعس ادعس من هنا، ادعس. افتح هذا الاختصار، اضغط L2 عشان تدافع عن نفسك. خلنا اقتلهم بس، تعال هنا، تعال انت. تدرون ما دام قتلتهم برجع. هذا مزعج ده. باخذ صندوق هذا. دقيقة، صندوق صندوق ايش فيه ذا؟ فلوس. كويس يا اخوي، انت مزعج ترى. هذا ما اقدر اقتله ذا. افتح اختصار. طيب من هنا نخش هنا من عند المطحنة هذه او الطحونة وناخذ الكتيبات. يلا ما علينا، افتح اختصار هذا. توقع بنقفل حنا الان. كويس، هنا في شيء، هنا ايش فيه؟ هذا يوديني على فين؟ في مفتاح هنا، ناخذه. فناخذه. طيب نرجع، ارجع من هنا مرة زي ما انت، مثل ما انت. ادعس بس. يو ذاك يطلب من هنا، والله ذاك يجيب من هنا. الآن خليك على تحت، ركز على تحت اللي تحت هذا. ضغط لي مثلث لو نزل تحت. خلنا هذا الصندوق هذا فيها الشيء هذا، اللمبة. جرعة زي الجرعة، روح لهناك. من هنا تسلق هذا الشيء، من هنا على هنا. تمام، ومن هنا نروح فين؟ هنا نروح وين هو هذا؟ قوي هناك. انطلق لهذاك الشيء عشان تتفاعل مع هذا. علق على اكس لين ينزل. ممتاز. اوكي، فعلني كل شيء. ناخذ هذه. ممتاز، الان نروح هنا. الآن خلاص حنا بنقفل، أتوقع كذا كفاية. بنقفل. والله ممكن أسوي حركة، أغير اللي هو إيش يعني الإعدادات، أخلي أقل شيء يعني إنه أقدر أموت عشان يصير اللعب حماسية أكثر. بس إحنا نبغى نسعى البلات هذا. ممكن أظن اللعبة ذي اللي خلاه يعني، وأنا متأكد ما أقولها وأنا عندي شك، متأكد إنه اللي خلى اللعبة دي نوعا ما ما تعطيها وجه أو الناس تنساها بسرعة اللي هو التسهيل هذا الموجود في اللعبة. اللي سهلوا لك اللعبة هذا اللي هو تيسير الاستعمال. ها
هذا هو اللي خرب اللعبه، وهذا قلت لك الاشياء دي تخرب اللعبه، في ناس ما مصدقين حتى الان الاشياء دي اللي هو موديل القصه والتسهيل اللعبه جدا جدا يخلي اللعبه للنسيان. طيب نيجي هنا الان نتفاعل مع الشيء هذا عشان نقفل، بس قبل نقفل نضغط الون ونسلم الضرس عشان نطور الهجوم الى مستوى 3 تمام كذا. احنا وصلنا معكم نهايه الجزء الاول من لعبه تونيت. في الختام لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه ودفع المقطع اصحابك خلهم يستخدمون ذات التنميم بلعبه تونيت. حياكم حساب انستغرام واكس والتيك توك والديسكورد، ولا تنسوا العاب العباده والدراسه بتاعت الدين. والسلام عليكم ورحمه الله.